طبعا كلنا شفنا حلقة أبو جبل اللي هو حارس مرمى الزمالك مع المذيعة ياسمين عز، واللي طبعا شفنا في الحلقة إن ياسمين عز مزودها حبتين تلاتة أربعة يعني، فاللي هو كل شوية تسأله الأسئلة كانت عبارة عن إيه؟ اللي هو إيه الجمال ده؟ أنت طالع كده حلو لمين؟ يا خرابي ده أنت خدودك حمرا وخدودك موردة، هو في إيه ياسمين مالك؟ لا إله إلا الله، ده كان تقريبا اللقاء ما كانش عن الكورة، ده كان بس ناقصهم مأذون ونقول بارك الله لكم. المهم بقى بدأ الناس يكلموا الأميرة سمارة واللي هي طبعا مرات أبو جبل، ويقولوا لها انت ازاي تسيب ابو جبل يطلع يتكلم كده في اللقاء ومع المذيعه، وازاي ده يحصل، وكلموا اهلها وتواصلوا مع ناس قرايبها، واللي هي اتضايقت وقررت ان هي ترد على الناس دي، وكتبت على حسابها على الانستجرام وقالت انا ماليش اي علاقه وانا مش مسؤوله عن اي حساب موجود على الانستجرام بيقول اي حاجه عني، لان 99% من الاخبار دي مش بتبقى صح، وخاصه بقى تعليقات الناس المريضه اللي ملهاش ان هي تجيب في سيره الناس دي. وقالت حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يقول عليا حاجه مش فيا او حاجه مش صح. وقالت يا جماعه انا طلعت قبل كده ووضحت لكم ان انا محتاجه شويه وقت عشان اطلع اقول لكم كل حاجه بوضوح، بس انا شايفه ان الناس بتتدخل في اللي ملهاش فيه، وبعدين جبتوا سيره الناس وخلاص على الفاضي، وبعدين انتوا ازاي باي حق ان تدخلوا تكلموا اهلي وتكلموا ناس قرايبي. وكملت وقالت انا الوحيده الادرى بحياتي، وانا اللي عارفه ايه اللي حصل وايه اللي انا مريت بيه، وان انا مريت باسوأ فتره في حياتي، فتره اكتئاب وزهق وقرف، ومفيش حد فيكم عاش اللي انا عشته، وربنا بس وحده هو اللي يعلم باللي بيحصل فيا ده، ومفيش طبعا واحده تحب ان هي تخرب بيتها او يتخرب بيتها، الا بقى لو كانت العلاقه دي مؤذيه او بكتني اكتر ما هي فرحتني، فاكيد يعني مش هقدر اكمل فيها. وان هي اتربت على ان احنا لما نمشي او بنبعد عن حد بنبعد من غير ما نأذي حد، وانا مش هتكلم عن اي حد في الموضوع ده، لانه والحمد لله انا اتربيت كويس. وبالنسبه للناس ممكن تشوفها ان هي حاجه ضعف وكده، بس انا شايفاها من وجهه نظري ان هي نقطه قوه. وختمت كلامها في الاخر وقالت ان هي ما تربطهاش اي علاقه بابو جبل، ولا هي بتتدخل في حياته ولا هو بيتدخل في حياتها، وكل واحد يسهل للتاني بعيد عن التاني. وقالت انا معايا اجراءات الطلاق اللي يثبت ده، ويا ريت يا جماعه نقفل الموضوع ده حفاظا على مشاعري ومشاعر اهلي، وده لو بتحبوني يعني. وبكده يا جماعه الاثنين قرروا ان هم يقفلوا الموضوع، والموضوع خلاص انتهى من غير لا شوشره ولا فضايح، ويا ريت كل واحد يقفل الموضوع ما يتكلمش من ناحيته في حاجه، ونشوف لي ياسمين عز عريس اقصد ضيف تاني تستضيفه معاه الحلقه الجايه. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقات تانيه كتير. كانت معاكم بسمه محمد.